عليكم يا أبطال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا حلوين؟ كلنا خير وعافية. اليوم راح ينضم لنا زاجل. شنو حرفنا اليوم؟ اغ من تغرغر او تغرغر بالماء شو تقول؟ اغ كنا نزم من قدومنا. يا حرفنا اليوم منو اخو؟ اح. منو اخو؟ هسه صار عندنا حروف اخذناها عندهم اخوان. ا ر اس اش ت ا ف ر اس. شنو يختلفون؟ يختلفون بالنقطة. هذا الاخ شطور ويسمع الكلام. شلون انتم شطار وحلوين تسمعون كلام معلمتكم كلام ماما؟ فش حطوا له؟ حطوا له نجمة الشطار فصار صوته اغ اغ اغ. هالطفل من صغير شو يسوي له؟ اغ اغ. من ضحكة اريد انضحكة شو نقول له؟ اغ اغ. مش عارفين ماما تقول اغ اغ او تغدغ من نات زنبطنا حتى شو يسوي له؟ الضحكه. تمام؟ اذا هاي حرف الاغ عنده اشكال. عنده اشكال اغ اوليه، اغ وسطيه، اغ اخريه منفصله، واغ اخريه متصله. زين حرف الاغ انصات قوي حروف المد؟ نعم. من هي حروف المد؟ أنتم أخوي الآه. من كون هذا؟ أخوي الأو. من كونها؟ أخوي الإي. من كون هذا؟ أخوي الإي. من كون هذا؟ زين راح نصافق هسه ويا الحركات. مين الحركات؟ اغوي الفتحه شي يصير؟ ويا الضمه ويا الكسره. احسنتم. عندنا من عن التنوين؟ عندنا التنوين. عندنا التنوين اخر كلمه موجودين. تسمعونا ان تشوفونا ان احمد ليث وعبد الله. فتحتين وضمتين من فوق، شلون نزلون ايديكم لجوا؟ بس الكسرتين لجوا. زين اغوية تنوين الضم شي يصير؟ اغوية تنوين الفتح؟ اغوية تنوين الكسر؟ زين اليوم درسنا اصباغ وهشام. دمجت لكم الموضوعين سوا موضوع واحد. بدل ما كان عندنا اصباغ وهشام وحدها وعندنا الغراب والغزال وحده، هن الموضوعين يتكلمن على حرف الاغ فدمجناها. فهذا راح نكتبه، هذا اللي راح نكتبه دفتر القراءه وراح اقسمكم اياه هسه بالكتب القراءه. تمام يا حلوين؟ نعم. الورقه اللي استنسختكم اياها هسه هي راح تكتبوها بدفتر بكتاب القراءه ودفتر القراءه. تمام؟ نعم. راح نتهجى الموضوع سوا انا وياكم يا حلوين. يلا يا ابطالي. ايه ليش قلت ايه هنا؟ همزه شنو عليها لا؟ صوتها شلون اقرا؟ صوت واحد. هي إش آشا هشامون. هشامون. هي إش آشا هشامون. هشامون. ر إس رس إس آسا رسامون. رسامون. ر إس رس إس آسا رسامون. رسامون. عين عند شلون تهجاها؟ عين عندها عندها. عو العلبة علبة تو علبة تو.
أداة صوت. إيش تحتاج بالنهاية مالتها؟ إلى جواب. تحتاج إلى جواب، لازم شنو نهاية الصوت مالتها؟ علامة السؤال. يصير أخلي نقطة؟ لا. يصير أخلي نقاط القاف؟ لا. لازم شو أخلي بالأسئلة؟ علامة السؤال. أحسنتم. قا قا لا كمل. تأس تصبو تصبوغ تصبوغ. تأس تصبو تصبوغ تصبوغ. بالبل بالأس بالأص بأبا بالأصباغ بالأصباغ. إلى جواب. قا قا ل قال قا قا ل قال. هي إيش آشا؟ هي شام هي شام. صلاح الفلاح كنا نقول تقدموا الشدة، بما انه الشدة هسه عليها فتحة فد ياخذ يا صوت صوت الفتحة، لكن تقدموا كانت الشدة شبيها مكسورة فشخف الد انه كأنما الكسرة على الد. قد قد قدم قدم الغراب 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 الغراب. إلى إلى إليه إليه إلى إلى إليه إليه. إم أما إن ما إن إم أما إن ما إن. التنوين وين إجى هنا قاعد على ليش ما ليش باخذ الآ عكازة؟ التاء المربوطة والتاء المربوطة المنفصلة والمتصلة والإه الإه الآخرية المربوطة والمتصلة والها والهمزة يحتاجون ما يحتاجون عكازة الآ. من هم شنو هم؟ شري شريبة شريبة الغزال 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 الغزال. و وقاقا وقال وقال وقاقا وقال وقال. نقاط القول راح يجي وراها شنو؟ ال الحاء الحائم الحمد 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 لله لله الحمد لله الحمد لله. لا ضجر
لا الله منتها الجافة نقول أخذناها تتذكرون رعاك الله يا ولدي وين مياه المطر من أبو نبيه شو يقول ابنه من دا يساعد أبوه بيزرع فشي يقول له رعاك الله يا ولدي فهنا الحمد لله هسه من أنت لازم إحنا دائما نحمد رب العالمين على كل شيء إنه نقعد الصبح ما بين أي شيء نروح للمدرسة نحمد الله على نعمتنا من ناكل من نشرب شو نقول الحمد لله الحمد لله هنا شنو هاي من انتهينا نقطة يعني شنو النقطة لا مفاصلة أيوه نقطة انتهى السطر أو نهاية السطر نهاية الكلام النقطة هنا نقطة نهاية السطر تمام زين راح نشوف هاي أصباغ وهشام كنا عندنا هاي أصباغ كنا عندنا أصباغ خشبية والمائية والماجة كنا عندنا هاي الأصباغ هشام عنده أصباغ هشام رسام عنده أصباغ يصبغ بيها تمام عنده علبة مال أصباغ هاي العلبة مال أصباغ حتى يقعد يرسم بيها شكرا أيودي ويوسف معاذ جايبينهم الأصباغ مالتهم عنده علبة سألت ميسون هس الأولى تتذكرون سألت ميسون بيا درس محمد أحمد صبحي فراس وأنيسون سألت ميسون أين سلامون سلام المستعمي إذا سألت ميسون أخذناه بدرس حرف الإس فراس وأنيس وميسون ماذا تصبغ؟ ما هذا ماذا شنو هاي؟ من أدوات السؤال لازم شنو عندها؟ علامة السؤال شنو أدوات السؤال أخذناها؟ ما إن ما إذ هذا يعني كل الأدوات السؤال وتازم لازم نهاية السطر مالتها شي يكون علامة السؤال وأداة السؤال ايش تحتاج؟ تحتاج إلى جواب تحتاج إلى جواب تمام انتبهوا وياي هنا عندنا تصبغ بالأصباغ قالت لماذا تصبغ بالأصباغ يا هشام؟ قالها قال هشام لو البنية شو أقولها قالت قالت شو أقولها قالت تعال يا أبو الحسن اكتب لي قالت اكتب لي يا هنا لا أحسنت قالت البنية شو نقولها قالت يعني فلسة هنا شو نقول قالت هنا أبو الحسن شو نقول قالت لو قال إلى نقول قالت زين هنا سألت ميسون الولد شو أقول له سألت شو أقول له سألت علي إبراهيم اكتب لي سألة لي جوة يلا يا بطل تذكرون منو كان نقول سأل وليد تذكروها مال هذا ولد هذه بنته سأل وليد تجاهه لا بس وخر اللي هذا الخط سو دقيقة تجاهه مرة ثانية بس طول الأكازة مال ال طولها أحسن تجاهه سألت الولد شو نقول سألت لو سألت سألت ممتاز أحسنت أحسنت يا بطل زين يلا يا أمير أدهم شكرا لك إبراهيم شربة الغزال زين إذا بنية شو نقول عليها شربت اكتب لنا شربت تجاهب صوت علي شربت ليش ما نزلت إيدك نزلنا إيدك لي جوا دقيقة إبراهيم يلا نزلنا ايدك هنا ايه ش ر شاري ب احسنت شربت احسنت لنا شو نقول شربت ممتاز صبغوله زين هنا عندنا قدمه اذا اريد بنيه شو اقول عنها قدمت شو اقول قدمت يلا يا ريان بعد تبنا قدمت جوا هنا تبنا قدمت تجاهه
قاد قد نفسها بس حط لها تأويل إم عافية شدة وفتحة حط لها عد شدة وفتحة عد عافية قدامة ت ت مو هاي ت مفتوحة يلا قدم تحط فتحة على الام احسن قد قدم قدمات قدمت احسنت تعالوا نشوف هنا عندنا الاغب اصباغ شلون جتي اخريه وفاصله شنو السبب زين هنا الاس ليش قرأتها مرتين عبد الله محمد شنو عليه الاس هنا تعال يمي الاس هنا هنا ليش قرأتها مرتين شنو عليه شدة الشدة شو تسوي؟ هاي الشدة شد حرفين تكتب واحد تقرا اثنين زين ما نوع التلوين برسامون؟ نعم يا تلوين تلوين الضم شنو يعني؟ احسن صف قوله احسن تعال يلا يا ايودي ايود ايود هنا علبته هياتي تأ هنا بعلبته ياتي هاي يا ترى هاي المربوطة ولا المفتوحة؟ مربوطة مربوطة منفصلة أو متصلة؟ متصلة أحسنت علبته أحسن صب قوله يلا يا ميتة ارجع يودي هسه صورته يا ترى هاي مربوطة مربوطة شلون جتي؟ آخرية منفصلة آخرية منفصلة صح عندنا هنا موجودة بالموضوع تأ علبته آخرية متصلة مثل ما قلنا إياه وصورته آخرية شلونها منفصلة ليش شنو السبب اللي حطيناها منفصلة؟ بقى حرف هو من هو؟ هو الـ يا الـ 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 أحسن ممتاز صبقولة يلا يا محمد أياد محمد أياد تعال هنا يا أمي تجول هاي الكلمة ألغو لا ألغو ألغو أرأرا زين الأغ هنا شلون جتي؟ وسطية وسطية شلون وسطية يعني؟ فاتحة البلاد راح بالكل زين البئ هنا شلون جتي؟ آخرية وفصل شنو السبب؟ سبقها حرف بحيث هو الأغ أحسن صبقولة يلا يا زيد يلا يا زيد زين تجالي هذه كلمة زيودي احسن الغزالي اللي شلون جتي بيه اخريه منفصله زين الاغ شلون جتي بيه وسطيه فاتحه ديناتها اثنين زين ليش هنا جتي اخريه منفصله الايل احسن ممتاز صفقوله يلا يا محمد حسام يلا محمد حسام هنا تجال هاي يلا ت يلا بس خلاص تجنا تا اس تصبو تا اس تصبو 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 احسنت الاغ هنا شلون جبتي اخرية ما وصل متصلة المتصلة شو تسوي غمض عينها زين راح اسألك الغزال كم اطراف عنده اربعة شنو هي اطراف اطراف امامية اطراف خلفية زين ايش تاكل هي الغزال تاكل الحشيش لو الاعشاب لو تاكل اللحوم لا الاعشاب ايش تاكل؟ الاعشاب زين الغراب شلون لونه؟ اسود اسود هو من الطيور شو يغطي جسمه؟ الريش الريش شو يغطي جسمه؟ الريش وعنده جناحه شو يساعده؟ على الطيران بيش تكاثر؟ بولاده شلون تكاثر؟ بالبيض بيش تكاثر؟ بالبيض تكاثر بالبيض احسن صبوا نفسكم